وأحكم عليهم بالظاهر. أي نعم، نحكم على الناس بالظاهر، إحنا ما ندري عن القلوب، لكن من فعل الخير شهدنا له بالخير بناء على الظاهر، ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على الظاهر. وأما القلوب فلا يعلمها إلا الله، لكن المرجئة الآن يقولون لا، من فعل فعل كفر أو شرك أو منكر ما تحكم عليه، لأنك ما تدري عن اللي بقلبه، ما تدري عن اللي بقلبه. إحنا ما وكلنا بالقلوب، وكلنا أننا نحكم على الظاهر، نحكم على الناس بالظواهر، أما القلوب فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.